البلد بتمر الآن بمرحلة تاريخية. نؤمن بأننا نعطي جزء من وقتنا للمجتمع، للشباب الناشئ. اليوم بكامله من إجازتي جاية هنا لأنه أنا حقيقة مؤمنة بالرؤية. الشباب ثروة للبلد، هم الأساس وهم اللي حيقدروا يبنوا البلد وهم اللي حيقدروا يكملوا المسيرة اللي احنا بدأناها. هم أهم شيء عندنا اليوم ومستقبلنا هم الشباب. أفتخر أنا وزملائي الحاضرين اليوم بوضع الوقت. أعتقد أن الاستثمار في تطوير الشباب والشابات السعوديات وخاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وجزء لا يتجزأ من مهمة ومسؤولية أي مواطن سعودي. This program is all about identifying and empowering Saudi talent. برنامج قمم يوفر فرصة جدا رائعة لجميع الشباب الطموحين، فرص تدريبية وإرشادية، أيضا نتعرف على الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية. Every small piece of advice is so critical for them. هذه الفرص ما كانت متاحة في السابق. It is the only program that really has brought people from every single sector of the economy together. الجميع كان متميز، الجميع كان له قصة مميزة، خلفية دراسية جميلة. شباب السعودي قادر وكل يوم يثبت لي انه قادر، ما في شيء صعب علينا. والله انا فخور جدا بالشباب والبنات اللي تم مقابلتهم اليوم. لا يوجد سقف للتعلم ولا سقف للطموح. So you have to jump in, understand what you are good at, find what it is that gets you really excited. Never fear failure because you learn from your mistakes and to always develop yourself. اثبت وجودك، لديك الطاقات موجوده، ما ناقصك شيء. وانطلق.